السلام عليكم. كنبغي نشكر كاع كنبغي نشكر جميع المصححين تعاملوا معنا بالرجوله. وشوف امتحان دات في المتناول معنا دعوه الاسئله والفيزيك اربعه الصفاحي حشومه سبعه القبر القبر فيه ثلاثه الاسئله والفيزيك فيه اربعه الصفاحي مع سبعه شحال الحمد لله بخير. امتحان كان في المتناول تحدك شي ساهر الصراحه. كنبغي نشكر جميع الاصدقاء ديالي اللي كانوا كيساندوني من البدايه واخا خويا كان واحد شويه العراقيل وداك الشيء كان البعد والقرايه كنفيقوا بكري وشحال من حاجه، ولكن الحمد لله قدرنا نتجاوزوا هذا الشيء ومعنا دعوه الوالدين وطعمنا بالنجاح. التقييم ديالي في الفيزيك ما كايناش لا تكون ديك 13 خويا الكيمياء الصراحه ساهل شويه اللي مراجع راه غيخدم فيه في بعض الاسئله اللي صعاب شويه صافي هادشي ليك علاش في النقطه ونقول لك راه بين 15 حتى 18 وكنتمنى لهم التوفيق كاملين والله يسهل على الجميع والله ينجحنا كاملين يا ربي. بالنسبه للفيزيك صراحه شي حاجه سهله خدمنا فيه مزيان، اما بخصوص الكيمياء فيه شي حاجه صعيب ما الفيزيك حطوا لنا النووي فيها شويه صعيب ما خدمناش فيه مزيان وصافي داكشي اللي كاين. كنتمنى التوفيق لجميع التلاميذ الله يعاون كلشي.